اتفضل. السلام عليكم. خير. بن يحيى الخير، ايش هو هذا اللي لابسين؟ ربع. ربع، وش معناتها ربع؟ اي واحد تحتها في القاهرة في مصر. ايه. كانوا يصلوا فيها المسلمين التراويح. ايوه. جاو لي ميليتير ضربوهم بالغاز لاكريموجين. صليوا في التراويح وجاو الميليتير ضربوهم بالكريموجين. جاو الصباح، جاو على 14 الصباح. طيب ابن يحيى الخير، انت راك جاي باش تعمل امتحان شفوي في اللغة العربية. حظك انت جاء الإعراب، كل تلميذ يجيه دور معين، حظه معين، انت حظك جاء في الإعراب. ممكن تعرف لي الجملة الجزائر تقضي على الرشوة، كيف تعرف الجملة؟ ما تتسرعش، فكر وقول لي كيف تعرف الجزائر تقضي على الرشوة. ديجا هي جملة اسمية. صح، جملة اسمية، صح، ما غلطتش فيها. الجزائر تقضي على الرشوة. نعم، جملة اسمية في محل نصب. استقبل مستحيل. حقيقة الجملة هذه مش في محل نصب، لكن لو افترضنا أنها في محل نصب، لو افترضنا، ما هي ما هي الدلالة على أنها في محل نصب؟ تنصب على ماذا؟ علامة نصبها. ما هي علامة نصب؟ مستقبل مستحيل. مستقبل مستحيل. بشعر. هذه العلامة نصبها. مستقبل مستحيل. طيب تفضل. شكرا. جملة منصوبة وعلامة نصبها المستعد من نصف المستقبل المستحيل. في الجزائر المستقبل المستحيل. هذا الطفل لا يكون مجنون لا يكون عبقري. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في وش قالوا في الجورنال. زلزال أعزائي المشاهدين حدث في الساحة الفنية في الجزائر. قال لك شاب خالد ولا مغربي؟ مزيان الشاب خالد، مزيان. كيفاش كاش واحد يخلي بلاد مكلاسيا نيميرو 1 في البلدان السعيدة في المغرب العربي ويروح لبلاد مكلاسيا موراها؟ عطينا هذاك الارتيكل عايشك اللي جابوه لنا الجيري باتريوتيك. لي الجيريان سون لي بلوز هورو دو لافريك دو نور. السي محمد راحت عليك يا خالد، ابقى على خير يا خالد. Ce n'est pas une blague. L'Algérie a bel et bien été classée comme le pays le plus heureux de l'Afrique du Nord dans le dernier rapport des Nations Unies sur l'indice du bonheur dans le monde. Ben écoute, à ta télé déjà, ha, on a choisi le pays classé. On a qu'est-ce que classé? Classé, on est en 73. L'Algérie, l'Algérie la 73 place, suivi de la Libye 78, le Maroc 99. Merci Mohamed. On a choisi 73 et on est en 99. كلام نسى. زيد لي الاخرى عايشك. اي لبالك لي احنا كلاسين نيميرو 1 في البونير في لافريك دينار. احنا عندنا الحوان تاعنا، عندنا كيفاش عيطيلو هذاك لاك تاع الطليان هذاك. كاين واحد الواد هكذا في الطليان يروحوا ليه الناس باش يروحوا في فينيس. فوالا يعطيك الصحه. وعندنا احنا في الكارتي تاعنا في فينيس شفت درابوات تريزور. احنا لي زالجيريا نيميرو 1 في لافريك دي نور. هذه ثاني نعطيك حنايا سعداء في لافريك دي نور. الجرذان والحشرات السامة تهدد حياة 18 عائلة في باب الواد. يعيش سكان عمارة 11 بشارع عبد الرحمن حامي المعروف لولياف ببلدية باب الواد. هذه عزيزي المشاهدين انتم ما فهمتوهاش. داروا على بالك داروا ديزيتود في الجابون وقالوا باللي كي كان تنظف المحيط تاعك تنظفوا 100% يوليو لي زونتيكور تاعك ما يخدموش تولي تمرض. دونك حنايا المسؤولين تاعنا فاقوا بلاد العفسه هذه تريتي لي جوما باللي حنايا لازمنا شويه كناسه شويه مزابل اكرمكم الله باش لي زونتيكور تاعنا يوليو يخدموا. تكرا تما حنايا هكذاك ورواح بليزيرو دافيك دينار. لازم احصائيات ولازم دراسه ولازم هاي. اكشاك الصيادين محاصره بالمياه النتنه ميناء ابو هارون في تيبازا. هذو اللي يبيعوا الحوت و هذه المياه هذه النتنه هذه تزيد لك من المناعه. اللحم تاع الحوت مليح بصح ما فيش المناعه. هذه الريحه كي تتخلط مع الحوت ليه سردين تاعنا مليح. الواحد كي يروح للغربه يتوحش سردين تاع الجزائر باسكو فيه الريحه تاع الزيقو. كرامكم الله. هذه الريحه هذه مهمه جدا للذوق تاع السردين
روح كل سردين تاع فرنسا وتاع السويس وتاع الانجليز، والله ما في حتى دور لا سويس. هذا الأسد يهدد الأردن والسعودية بالصواريخ في حالة الهجوم على سوريا. تداولت تقارير صحفية عربية نقلا عن مصادر دبلوماسية دولية أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أكد للموفد الدولي كوفي عنان لدى استفسار الأخير منه عما إذا كان يعي خطورة أن تتحالف دول في الإقليم لتشكيل تحالف عسكري لمهاجمة أراضيه. هذه وقتها لو 13 في 13 مارس 2012. هذا كما تزولوا المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي هذاك الجزائري طريتي لي جان ثاني هذاك، هذاك هو اللي راه يسقم دوكا في الزافير تاع القتيلات والسرقات في العالم. الأمم المتحدة منين كان مشكل يدزوه. أخضر الإبراهيمي راح بارتوغال الجزائر برك ما جاش سقم بيناتنا. المهم قال له يا 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 الأسد، قال له قال له ماكش خايف؟ قال له الأمريكان وجماعة يجوا يطاكيوك. قال له اللي يجي نطربك جد. شوفوا الفيديو هذا. نحن أبلغنا كل الجهات التي تفرط معنا العربية أو الأجنبية وأغلبها أجنبية بأننا سنرد في المرة القادمة. شفتوا وش قال في الفيديو هذا؟ أسد والله غير أسد يا حافظ الأسد تيجر يا صاحبي تخلعت. يقول قال لهم اللي قدم ندمروا. يقول القوة العبيلك النووية تاع حافظ الأسد هي اللي خلات إسرائيل منذ 40 سنة ولا 50 سنة وهي تتفرج خايفة. طيب عنده القوة النووية هذيك؟ القوة النووية هذيك هي الشخصية البارزة في حافظ الأسد أنه عنده قوة نووية. خلاته انفورس استراتيجيك في المنطقة، واحد ما يقدر يقدم ليها سي محمد. وفي الفيديو الثاني هذا شوفوا، خليكم نشوفوا الفيديو هذا ومن بعد نهضروا عليه ان شاء الله. هي مضرة جدا بالبيئة، إذا كانت الإدارة الأمريكية مستعدة لدفع هذا المبلغ وتحمل مسؤولية نقل مواد سامة إلى الولايات المتحدة فلماذا لا تقوم بذلك؟ شفتوا سمحوا لي كنت نهضر على ابوي وانا وبنولي اللي ولا رئيس بشار الاسد يا صاحبي. كيفاش هي تورني 180 دوغري؟ كيفاش هذا كاش واحد يقول لهم روحوا وديوا السلاح النووي تاعنا، ودوك ولا يقول الامريكان روحوا وديوه من سوريا، ومن بعد كي نسقسيوه نقول له كيف هذا السلاح النووي اك دفع بليع المنطقه يقول لهم جمانفو. شفتوا هذا الحكام تاع العرب كيفاش ولاو؟ شفت لا عيب في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، هذه قاعدة فيها عدالة، لكن نحن نحرص على الشعب العربي. قال لهم احنا يا سمعنا واسكو سمعنا روسيا وروسيا صديقة سوريا. سمع ذكا شوفي احنا وين وصلنا، امريكا تحذر روسيا، روسيا تحذر فرنسا، فرنسا تحذر ايران، ايران تحذر اسرائيل، اسرائيل تحذر العرب، والعرب يحذرون من التدخين لأنه مضر. سي محمد هذو الكاميوات حبيت نجيب لكم الكاميوات هذو باش دخول المدرسي تاعنا حفله اعزائي المشاهدين. نجيبوا كاميوات ونجيبوا دواب اكرمكم الله واولادنا الروز للبنات والبلو للاطفال، الازرق هذاك هو اطفال. ثم ندخلهم اكذا في الكاميوات هذو الكاميوات الباشي، هذو الاخوان اللي راهم يشوفونا في العالم العربي، هذو الكاميوات الباشي هذو كليماتيزي هذو مكيفين تسمى الريح يدخل من هكذا ويبردهم شويه باسكو الجزائر فيها السخانه، ونديهم هكذا للمدرسه. هذا هو النقل المدرسي في الجزائر. هذا السيد عايزين المشاهدين مدير تاع مدرسه، حق ربي غير مدير تاع مدرسه، هاو راح للمدرسه ويقري في نفس الوقت، هاو رايح فوق الدار. وكي تزلنا التصوره هذه قلنا له ومن بعد تقرط فيها زيد تعطي الاخرى شوي. ها قلنا له وزير احنا يا فوق البعير، الوزير تاعنا يمشي فوق البعير مسكين، وانتم عندو فوق الداب درتو سكندال. يا اخي صاحبي من طلب العلا ركب الدوابي، ركبوا الدواب وروحوا تقراو تقريو. يعطيك الصحه سي غول والله غير شرفتنا بهذا البعير. في تيزي وزو عايش في العديد من المدن الجزائريه هذه الحاله الجديده الظاهره الجديده هذه، باسكو كاين بزاف البطاله الشباب الجزائري ولاو كل غارديان تاع باركينغ. دونك اون لابسونس دو بالياتيف لي باركينغ سوفاج بيرسيست. هذه قضيه اصبحت ظاهره اجتماعيه في الجزائر، لكن الخطر الامر الخطير في القضيه كي نشوفوا المقال اللي موراه ولا الصوره اللي موراها، الشباب هذو ولاو يعتديوا حتى على الناس. انسان كي
يوقف السيارة تاعو في شارع يولي مضطر باش يمد فلوس لهذا الشباب، باسكو الشباب هذا هو هذا السلاح أبيض، السلاح هذا ولا يخوف الناس باش يسلكوه. شفتوا وين وصلنا للمجتمع تاعنا، ولينا حتى في الشوارع تاعنا الانسان ما يحسش روحو باللي اللي اون سيكوريتي راهو في امان. وهذه الظاهره عندها 20 سنه ملي جابوا التفليقه ومازالت ليومنا هذا. وحنا نظلوا نكريتيكيو ونظلوا نكريتيكيو، بصح الجزائر مبدعه. اول مره في تاريخ لي بلاك دو سيناليزاسيون، اشارات المرور في العالم، تخرج بلاكا 3D. عايزين نشوفوا 3D خرجت في الجزائر. وما تقولوا ليش كاينه بلاكا 3D في العالم غير في الجزائر، باش ما نقولوش اللي فاش قالوا في الجورنال نبقى غير تقطع الحوايج المليحه ثاني نبرزوها. الجايه من فضلك. رئيس البرلمان ولد خليفه يغادر مستشفى كوشا بباريس. على سلامتك ولد خليفه. حبيت نقول لكم برك باللي العلاقه الوطيده تاعنا بين فرنسا وبين الجزائر خلتنا باللي ولينا خاوه، والمستشفيات تاعهم تاوعنا، والمستشفيات تاوعنا. مسكين هذا ولد خليفه. ذكرت امس مصادر مطلعه ان رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفه غادر المستشفى الباريزي بعد خضوعه للعلاج في ذات المستشفى. ومشكل المستشفيات والمصحات على بالكم في الجزائر. حبيت فقط نعرف لكم باللي كل مسؤولين الحمد لله راهم يتعالجوا في الخارج في فرنسا المستعمر القديم الجديد، والحمد لله. بعثوا لنا انتم الدواء وحنا نبعث لكم المرضى ان شاء الله. هاي اللي موراها. منع طلبة من دخول المدرسة العليا للأساتذة بسبب عرس. يبيت العشرات من طلبة المدرسة العليا للأساتذة في العراء أمام مدخل الإقامة الجامعية للذكور بالقبة القديمة في العاصمة منذ 10 أيام، بعد أن منعتهم الإدارة من الالتحاق بغرفهم بسبب تحويل مطعم الإقامة إلى صالة لإقامة الأعراس. يا وزيرة الثقافة قالت لنا لازم لنا نقصروا، لازم لنا نلعبوا، ولازم لنا نغنيوا، لازم حفلات في الإقامات الجامعية، ولازم لازم الطالب يعيش في كيفاش نقول لكم أنا في إيه جو يخليك تغني، يخليك ترقص، يخليك تشعر، خليك 10 أيام مش ما تقدرش تصبر، 3 شهور ولا 4 شهور تا فاكانس ما هدرتش، هذوك 10 أيام ما تقدرش تزيدها. زيدها هذه على بالك الإقامات الجامعية والإقامات المدارس وذاك راه ملك للمدير سي محمد. المدير ثانية وعنده الباي تاعو. شوف هذا مثلا الكمبيوتر عند ابن المدير. وجد مسؤول بمؤسسة تعليمية في البليدة صعوبة في استرجاع جهاز كمبيوتر محمول خاص بالمؤسسة من مدير المؤسسة السابق الذي أحيل على التقاعد حديثا، استغله قبل تقاعده بأيام بحمله إلى ابنه الطالب الجامعي من أجل تحرير رسالة تخرجه الجامعية. ووجه الصعوبة جاء في أن المدير رد على طلب مسيري المؤسسة بأن ابنه أخذ الكمبيوتر معه وسافر إلى الخارج ولن يعود إلا بعد حين، وما عليهم إلا انتظار عودته مقرب من المشهد الهزلي، علق بسخرية بقوله هكذا يتم العبث بالمال العام. هذا مش عبث يا أعزائي المشاهدين، هذا المدير مسكين ادى اللابتوب من المكتب تاعه قال لهم أنا المدير كيما نحب ندير عندي بيرو بالحرير. البيرو تاعه كان فيه اللابتوب، دونك يخرج على التقاعد ادى اللابتوب هذاك تاعه، هذا مكان وبنو دار به الميموار تاعه وبنو ذوك راح يقرا برا ودا معاه الكمبيوتر. الكمبيوتر هذاك تاع الشركه والشركه مستناو. الرئيس الجديد للافلان اعزائي المشاهدين سي عمار سعداني يقول باللي بوتفليقه اختار حكومه تقنقراط ولا تقنقراطيه وسلال الافضل لقيادتها. تسمى هذا الرئيس الاول الان الجديد للجبهه التحرير الوطني يقر بأن سلال هو رئيس الحكومة الأنجع حاليا لتسيير هذه الحكومة. وكيشوفوا يعني الإنجازات تاع سلال نقولوا بلي سي عمار سعداني عنده الحق. سي عمار سعداني عنده الحق. فقط في عندي ان تي بيمول تحفظ على كلمة تكنوقراطية، باسكو كي نوليو ندنقوا الاشكال تاع الحكومه نلقاو باللي حتى سلال ما كانش على باله باللي
سوف يكون هنالك تغيير حكومي، لأنه لن ينفي أي تغيير في الطاقم الحكومي، وهذا المجلة عنده واحد شهر ولا شهرين. دونك سلال صح هو الرجل المناسب في المكان المناسب في 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 هذا الحين، لكنه حتى هو لم يكن على علم بهذا التغيير. هذا قايد صالح الحاج أحمد هذا متواجد في قائمة الحكومة الجديدة اللي يرأسها سلال، أعزائي المشاهدين. هيا نعطيكم بوكيستيو اللي يجيبها نعطي له كابريس. قدها في عمره ساعة قولوا لي بالليستا ميليتير ولا فيس مينيستر دو لا ديفونس، وبكري كان بوتفليقة ولي حكم لا ديفونس، وبوتفليقة كبر، بوتفليقة كبر عزيزي المشاهدين، ما يقدرش يحكم لا ديفونس وحده. بس هذا السيد نعطيكم مانانديس أو أكثر من بوتفليقة. قدها في عمره واحد ما جابها 80 سنة عزيزي المشاهدين، ويقال أن في عمره 82 سنة عزيزي المشاهدين. بوتفليقة تيليجون كذلك، قادر الناس الكبار. هذا أعزائي المشاهدين نوليو. المهم عندنا وقت باش نهضروا على قايد صالح. قايد صالح يعيطوا في أروقة الدبلوماسية في الجزائر سيرجون غارسيا. Of the Pueblo, I am because I think so. Every inch a handsome soldier, trim of hip and broad of shoulder. How do you know? Because I think so. Well, you spell it honestly. Next one. الجزائر تتذكر سليمان العيسى في تأبينية حضرها كبار المسؤولين. هذا شعر أحيت الجزائر أمس أربعينية الشعر السوري سليمان العيسى، وذلك بمبادرة من المجلس الأعلى للغة العربية، وتم تنظيم الحفل بقاعة المتحف الوطني للمجاهد للتأكيد على اعتزاز الجزائر بالشعر السوري الذي أحب الجزائر وآمن بقضاياها فلم تنساه. سلال كان متواجد في هذا الحفل أعزائي المشاهدين، وسمعنا عنده سمعنا قالنا باللي لازم تدوروها ماتيماتيك وتكنولوجيا، ولا حبيتوا ما تتقدموش وقعدوا في الشعر وفي قول اعوذ. اليتيمة نعتت لنا باللي هذا الحفل، وقالوا وسائل الاعلام قالوا باللي سلال اعطاه الخطاب تاعو مكتوبا ما حبش يقراه، والناس من بعد بداوا يعلقوا يقول لك ما عرفش يقرا العربيه وذاك. بس حنا جاوني الكلمات تاع الشعر اللي القى سي سلال حكيم عصري في هذا الجلسه، واليتيمه ما نعتاتو لكمش. دير لي عايش كذيك، دير لي لا لوميير هذيك تاع باش نكون واقفه في لا سيتياسيون، ولا ميوزيك عايش باش نقرا لكم الشعر تاع سلال. هذا الشعر هذا قالوا باللهجه الشعبويه باش يفهموه الناس الكل. وهذا الشعر هذا كتلقوه من بعد تلقوه في التدخلات تاعو في التلفزه. هكذا راني مليح هكذا. خرج هذه لاجون، هذه باش تخرج لاجون. مكتوب الغربة قال لك سلال حكيم وعصره كيما يقول الاخر سبحانه ما يحبش اللي يكزاجيري بزاف. كما يقول الاخر سبحانه ما يحبش اللي يكزاجيري بزاف. الاعمال الارهابيه تؤدي الى تغلغل الحضاره الاسلاميه. احنا ما عندنا ما ندربوا، احنا خارجين لربي طاي طاي كما يقول الاخر. ابعد في الشعر، ابعد في الشعر، ابعد في قول اعوذ. والبطاطا تمشي بالتكتوكه، يكون المصروف كاين نمشي البنان نمشي الياغورت. والحمد لله، الحمد لله عندنا باش نعيشوا وناكلوا لعدة سنوات، لكن ما نكثروش وما تاكلوش الخروف بزاف. حتى الحضاره الاسلاميه بدات تتغلغل. احنا ماناش حكومه تاع بطاطا. بطاطا تمشي بالتكتوكه، تمشي كما يقول الله رب سبحانه ما يحبش اللي اكزاجيرو بزاف. دونك واحد يمشي بالعقل حسب قيسو كما يقول الله رب سبحانه. كي واحد المدخول كاين نشري البنان ونشري الياورت. الحمد لله عندنا باش نعيشوا وناكلوا عده سنوات، يعني ما تخافوش منها. ولكن ما تكثروش، ما نكثروش وما تاكلوش الخروف بزاف.
قال لك خالدة تومي غرغروا عينيها كي سمعت الشعر. هذا البوالور هذاك اللي شفناه هذاك خطر اعزائي المشاهدين لو ديبوتي تليبا بها الدين استي اون جوستيس باغ سي فوازان. السيد البرلماني جاب واحد الارض هكذا في وسط المدينه وبنى عليها دار اون بروموسيون ايموبيليير دار عقار باش يبيع لي زابارتمون ولا كل بزنس في البارتمان تاع عزيز المشيد وهذا لو ماهوش عيب التجاره حلال. واللي ساكنين اوتور دو لا بروموسيون موبيليا اللي ساكنين في امام هذيك المنطقه ديارهم كل راحين يريبوا باسكو هو بناها على واحد الهضبه هكذا والناس راهم يتابعونها قضائيا. حبيت فقط ندافع عليهم ونقول باللي هذا السيد مسكين عنده الحق باش ياكل ويزيد ياكل باسكو كل واحد ياكل واش يقدر ياكل كل واحد والعرض تاعو ولازم له وهذه الارض هذه جابها بعرق جبينو والبنيه هذه دارها بعرق جبينو وحنايا بركانا من الغيره بركانا من شاك فوا نديرو مشكل لواحد باسكو يحب يدير بروموسيون ايموبيليار ويبيع ديزابارتمون ب 3 ملاير ولا 4 ملاير خليه البرلمان قداه مسكين يريح يريح ربع سنين يدي 30 مليون في الشهر وش هذو عندهم دي فاميا نوري راه جماعه عندهم عائله برلماني مقاول كاين برلماني يبزنس في الزيت برلماني يبزنس في الطوموبيلات عندهم حق روحوا العالم كامل تلقاو البرلماني عنده ذاك خطره في لاسوياد الوزيره حبست في الطوموبيل وسلكتها بالكارد كريدي تاع الحزب تاعها طيروا جدا واحدة شريت الورد بالكارت كريدي تاع الحزب تاعها طيروها هذه سيدي انت كريزي راحوا بي خلاص تاع الديمقراطيه هذا معلم ثقافي هذه يعيطوا لها اورلوج سولير هذا الساعه الشمسيه بناها واحد الجنيور فرنسي في 1933 ان لم تخني الذاكره نعم واسمه اقامها القبطان الفرنسي كرافت سنة 1933 بداية انطلاق أشغال الترميم من طرف الجهات القائمة على ذلك بعدما لاحقت بها التصدعات والتشققات. في سعيدة هذو كانوا الناس بكري في لي زاني 60 و 60ات و 70ات كانوا يجوا يزوروها في سعيدة باسكو سيتي اون اوفر اركتيكتورال مونيمونتال لا هذا الاوفر اركتيكتورال هذا الصرح المعماري ممتاز لأنه بني في 1933 وحتى للسبعينات كانت الساعة دقيقة الساعة الشمسية تمشي بالثانية ويجيو الناس من شتى أنحاء العالم باش يزوروا هذا المنطقة شوف تعقبوا توالها تدريها كشك تدريها زوج حيوط تاع الغاز وتريسيتي هذه فقط باش نقول لكم باللي على بالي باللي سيدة خالدة تومي عندها الزيارات في المدن أكل بصح يرحم والديك لعد عندك شوية وقت برك تفكري هذه وهذه هذه القصة هذه ثانية حيرتنا الجامعة تاع الأمير عبد القادر صح الجامعة وهذوك ما فيهمش لغنى بصح لازم تعطي لهم شوية أتونسيو زار عدد من أبناء الصحراء الجزائرية جامع الأمير عبد القادر بقسنطينة نهار أمس لأجل مشاهدة هذا المعلم التحفة وهذا لأول مرة في حياتهم إلى حد الساعة الأمر طبيعي جدا وأيضا من أجل أداء الصلاة فيه لكنهم اصطدموا بمفاجأة غير سارة لم تخطر على بالهم إطلاقا وهو غلق مائظته بحجة أن الماء غير موجود الزائرون حاولوا معرفة السبب الذي حرمهم من دخول الجامع الطاهرين فعلموا بأن الجامع يمتلك خزان ماء ولكنه نفد شكون كان الوالي تاع قسنطينة الوالي تاع قسنطينة ما نقولكمش باش تروحوا تلفزيو شويه ماشي نضلوا نعطيكم المعلومات الوالي تاع قسنطينة كان الوالي تاع سطيف وحياته طول هو متبع لاطانت يتبع في الكوره والبلوطه قالت اش ما ربي يرحمها دوكا دار نفس الشيء في قسنطينة الماء ما كانش في اكبر معلم ثقافي في مدينته اعزائي المشاهدين ما كانش الماء في جامعه اسلاميه في جامعة إسلامية عزيزي المشاهدين ما كانش الماء وهذا يحوش على المشاكل عزيزي المشاهدين خطركش كاين التيمم التيمم مش يحوش على المشاكل الصحافة الوطنية كاينش الماء كاين التيمم
حتى نهار تلقى الماء، اذا وجد الماء بطل التيمم، بصح اذا لم يوجد الماء لازمك تتيمم. واش خرم خير ربي في قسنطينه. هذو البرلماني تاع قبيل عزيز المشاهدين عنده صحابه برلمانيين في فرنسا، هذو في اوروبا، هذو عيطوا لهم البرمائيين ما وراء البحر، زون اون في فرنسا، زون دو فرانس سود، زون تروا في امريكان، امريكا وما شابهها. انا عندي 20 سنه وانا في الخارج، وصحابي كل سقسيتهم كاين عندهم 30 سنه 40 سنه، والله ما يعرفوا حتى واحد منهم. هذو والله واحد ما يعرفهم من الجزائريين اللي سقسيتهم، واحد ما يعرفهم. اللي يعرفهم يرحم والديكم، قولوا لنا باللي راهم يكزيستيو ريالنا. هذه حبيت نجيبها. هذا كاميرون رئيس الوزراء البريطاني عزيز المشهور، ما ادراك ما بريطانيا العظمى. تلاقى مع الفريق تاع الركبي، وهذاك لاعب تاع الركبي دار له الاشاره هذيك اللي سخيفه باش زعما يضحك في التسويره، لا موفيز بلاك دو مانو تيولاغي ا دافيد كاميرون. هذه كان من المفروض كان جا في الدول العالم الثالث يدوكو في الحبس، باسكو اساءة ل يقصوا له صباعه، اساءة لشخصيه بارزه من الدوله. بعد كتب تويتر قال لهم مش ميكسكيوز، ودافيد كاميرون نوزا بيان روسي واستقبلنا مليح وخلاص خلاص لافير. وذاك خطره صوره هذاك واحد، كاين واحد مغني كندي صغير سب واحد التصويره تاع رئيس امريكي، والاعلام داروا ضجه، والرئيس الامريكي تكلم بالتليفون مع هذاك المغني، والمغني قال له اسمح لي اني غلط، قال له معليش حنايا اللي يسيء يكتب يصور يروح يعقف فيها عم يضرب في الحمص. كنت في الدول العربية تاعنا كان يقول لك هذا كاميرون هذا نحيه، هذا ما يصلحش الحكم، كيفاش يقبل بحاجة كما هذه؟ مصادر متطابقة تكشف للشروق حقيقة الإجراءات وخلفياتها. قرارات بوتفليقة جاءت بالتنسيق والتوافق مع الجنرال توفيق. حبيت نعطي لكم الفيديو هذا في الولايات المتحدة. سي سنترال انتليجنسي اجنسي كيخيروا لها واحد كيما بوتفليقة بصح كيما توفيق بصح تاع الأمريكان. يعقوب توالسينا، يعقوب توالسينا والشيوخ يسقسيوه واش درت واش من طوموبيل عندك واش من دار عندك ومنين جيت والخلفية تاعك والخلفية السياسية تاعك واش قريت واش ما قريتش. اتفرجوا الفيديو هذا عزيزي المشاهد. John Brennan passe son grand oral devant le Sénat. Il brigue le poste de directeur de la CIA, mais sa nomination ne fait pas l'unanimité aux États-Unis car il est considéré comme l'architecte de la campagne de tir de drones contre Al-Qaïda, une guerre secrète et donc illégitime pour ses opposants qui ont interrompu son audition à plusieurs reprises. شفتوا هذا مدير المخابرات الأمريكية CIA، هذا جهاز كبير في الولايات المتحدة. انا قلت لكم ذاك خطره ونزيد ناكد لكم على باليش ما بالا بوتفليقة لا توفيق اكزيست. طلعوا عقابه بس لا قلب لي قلب لي الاخرى. حبيت نعلق على هذيك الجمله برك يرحم والديك ليك قبلها. مصادر متطابقه لا صحافه تاعنا منين تهضر العفسه هكذا تكون شويه لوش، يقول لك مصادر متطابقه ومصادر امنيه قطو بش اعطيهم عشك. توقع عودة الإرهاب والعنف الاجتماعي بسبب مرحلة الحكم. بن بيتور يؤكد أن الجيش رفيق مهم في البناء وحماية الدستور. بن بيتور قال لهم باليوم كاين مشاكل في تواجد صراعات بين الأجنحة، ولازم الطبقة المثقفة تخرج، ولازم الطبقة السياسية في الجزائر تخرج على صعيد واحد، ونندد وكاين صراع الأجنحة. ما كاين صراع أجنحة ما والو. لافريف شوفوا هذا الفيديو عزيزي المشاهدين. شفتوا عزيزي المشاهد كلش سمن على عسل. دب وتيجر تاع بنغال واسد، نمر تاع بنغال واسد ودب عايشين مع بعض. لا تقولوا لنا انتم هذاك قايد صالح وبوتفليقه وتوفيق ما يقدروش يعيشوا مع بعض، يقدروا يعيشوا مع بعض. واش حيرني انا في القضيه عزيزي المشاهدين، شهرين وانا متمزق داخليا، قايد صالح وسلال وجماعه كيروحوا يشوفوا بوتفليقه، كل مره كاينه حاجه جديده فوق الطابله. بقلاوه
مقروط العيش بوصلوا ولا تمسوا صبعتين العروسة القنيتلات المقروط القريوش اش مشوك الغريبية ديك خطرة المرة الأخرى زادوا جابوا له اسمه مازالوا ما جابوا له شغار يا وكاينين دي زالجيريان راهم عايشين برا عزيزي المشاهدين التلفزة الجزائرية لازم تخمي في المواطنين اللي راهم عايشين برا راهم كيتنحتوا لهم المشاهد هذيك راهي تحسوا في نفسهم يا صاحبي. هذا السلام عبد الحفيظ الأحول، نحن مع بوتفليقة ظالما أو مظلوما. حق ربي وما جيتش ما جيتش يعني نخاف ربي. ريبوندي له عايشك الكراطمان تاع الكينغ فو. كيفاش واحد كيما يقول لك حاجة كيما هذه كيفاش تريبوندي له عايشك؟ هذا هو خالتي العلجية والحاجة كلتوم، هذا هو التحقتا بالمعجبات بوش قالوا في الجورنال، حبيت نشرفهم بتواجههم له، يعطيكم الصحة بس ما تمشيش بالفورة شوية بريمير دوزيام حتى نخلص لها الروداج. بارك الله فيكم عزيزي المشاهدين، خلاص وش قالوا في الجورنال، مرة الجاية إن شاء الله بقى على خير.